معلش يا فندم ممنوع الدخول غير بالكمامات. ليه حضرتك؟ لازم تكون لابسين كمامات. هو حضرتك مش ملاحظ ان ده مطعم وهنقلع الكمامه جوه عشان هناكل ونشرب ولا ايه؟ وبعدين اصلا حضرتك واقف ومش لابسها. اولا انا واقف بره، ثانيا سيستم المكان كده، ثالثا بقى بتجنى حملات تفتيش، وفريدي بقى شافوكوا جوه من غير كمامات، يجينا احنا غرامه؟ لا طبعا ما رضيناش انتوا تلبسوا غرامه، بس يعني الكلام بيبقى بالعقل، وبعدين هو بيقول لك ده مطعم يعني هناكل وهنشرب، فاكيد هنقلعها. ويا سيدي اول ما يجي التفتيش هنلبسها. بالظبط كده. ممنوع يا فندم، قلنا الدخول بالكمامات، مش كفايه ما رضيتش اشوف منكم شهادات التطعيم؟ كمان؟ والله هو المفروض. بجد انا بحافظ مش فاهم، انا كنت مش فاهمه. نعدي اليوم ونتصرف جوه. هنلبسها يا فندم، هتاخد امر. اتقطعت. ايه بقى الحل دلوقتي؟ مش مشكلتنا ان انتوا بقى بتجيبوا الكمامات من ام جنيه ونص. ما تخش وعندنا فيه كمامات حلوه وستايل. لا وعلى ايه؟ انا معايا الاحلى والستايل. حاجه تاني؟ اتفضلي يا فندم. بس كمامه من فضلك. صحيح حضرتك اهي. طب متى بتجيب؟ لا بس فعلا المكان شكله حلو وذوقه جميل. ايه رايك؟ لا بجد جميل عاجبني. انت هتطلب ايه؟ مش عارف، ممكن اطلب قهوه شويه. لا نطلب مع بعض بقى. هو في عايزه سموزي مانجا. سمك. بقولك في مانجا. سمك. بقول لحضرتك عايزه سموزي مانجا. كده غرامه 50 جنيه. ليه؟ بتوع ايه؟ كده بقوا 100. 50 يوميه دي مش فاهم حاجه. احنا اتفقنا مفيش حد يقلع كمامات جوه. ما حضرتك يعني هو ما كانش سامعني. ماليش دعوه يا فندم، كنت شاوريله. يا عم احنا ما علمناهاش، ما تعلمناش لغه الاشاره والله يعني. والله يا فندم احنا بنطبق هنا الاجراءات الاحترازيه، وكله عشان سيادتكم يعني ما يجي لكمش كورونا. اتفضل. شخصيته قويه قوي. معلش معلش هعديه هعديه. مش كفايه سايبينكم؟ ايه ده؟ الباقي يا ريس. معيش فكه دلوقتي، هبقى اجيبهولك. ماشي. ميرسي، شكرا، ميرسي. الحق اطلب بقى ما ياخدني مخالفه ثانيه. يا ريت بسرعه. طيب انا عايز قهوه زياده وهي سموزي مانجا. يعني انت دون عن الاماكن كلها ما لقيتش غير المدرسه الداخل دي وتوديها لنا؟ قلت مكان جديد وهادي اعمل ايه طيب؟ مكان جديد وهادي انت ناقصني وتدون على رجلينا، انت شايف المعامله عامله ازاي؟ خلاص تجري قول حاجه، دي الخروج اللي انا بستناها بقالي 3 شهور يا محمود عشان اخرج يعني. نركز على بعض، انا 3 شهور ما شفناش بعض. طب ما تقول لنفسك المفروض تستشيرني قبل ما تجيب لي انت. الحمد لله. الكاميرات جابتك وانت قالع الكمامة. يا عم كنت بغطس، عامل لي فيها حاجه مفر. ملناش فيه والله يا فندم، انا منبه على حضرتك. احنا هنا بنطبق الاجراءات الاحترازيه حفاظا على سلامه المواطنين. انت عارف انكم للمره الثانيه دي تاخدوا مخالفه. الفلوس يا فندم. 200 جنيه في الجيب ده. ماشي. لا يا رب نشرب. حضرتك بقى معلش يعني ممكن تقولي دلوقتي انا اشرب ازاي دلوقتي يعني فهمني. ثانية واحدة بس كده. يعني اشرح لنا بقى يعني دي مشاريب المفروض بنشربها. فحضرتك ممكن تفهمني؟ بيخرميها يا فندم. هي ايه دي؟ لا احنا كده زودناها. لا 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 هي قلب والله في الطبيعة. قصدي الكمامة بيخرميها حضرتك. لا الكمامة عادي. ماشي. احنا قلنا لكم عندنا اوبشنات كتير. خدت كمامات من اللي عندنا. لا واضح فعلا الاوبشنز كتير اللي في وش حضرتك. عموما خلاص انتوا بقيتوا زباين المحل، وانا ممكن يعني اصاهن يعني لو جت اي لجنه تفتش ابقى اشاور لكم. معنى كلام حضرتك كده ان احنا نقلع كمامات؟ يا فندم خد راحتك. بجد؟ طبعا. طب معلش في سؤال يعني معلش محشور في زوري من بدري وانا هموت واسال. لا قول يا فندم. حضرتك انا ملاحظه ان كل الناس لا يطبق عليها الاجراءات الاحترازيه، ليه يعني انا وخطيبي؟ ما انا قلت لك هصاهن. تصاهن. بس خلي بالك انا زي ما قلت حصاهي. لا مش عارفين نقول لك ايه على الكلام الجميل ثانية بس يعني ممكن ال 200 جنيه بقى حاسب عليها. ما احنا قلنا يا باشا هنصاهي. هيصاهي ما تقول ان انت هتصاهي يا خبر. سلام سلام. نايس تو ميت يو. شكرا شكرا. يعني ال 200 جنيه خلصت لا كنا ولا شربنا. نصيب هنعمل ايه؟ نصيب. بقول لك بقى ايه المانجا اللي عندهم هنا جوجو فظيعه. هجر معاكي كام؟ كام ايه؟ فلوس. ماشي ماشي ماشي. طب ماما اداكي فلوس قد كده وانت نازله؟ 10 جنيه. 10 جنيه هجر؟ انت راكبه انا هسيب لك ولا مين؟ لا ما هو ما تاخدش.
سيبك. عرفتي مدكش معاك ليه؟ طب ما خلاص بقى، يعني انت اليوم اللي هنخرج فيه يعني انت هتنكد على نفسك كده؟ بس بقى افرح، يعني دي خروجه بقى مش الاول، ما خرجناش غير 3 شهور. اشرب القهوه لو تبرد. طب بقى لا 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 زرع لا دلوقتي احنا قلنا ايه؟ اشرب القهوه. استنى دوري العصير ولا دوري العصير؟ كده في غرامه 50 جنيه ليه؟ تبعوا الاجتماع.